مرحبا يا ابو سعيد. هلا ام كامل. انا جاي خص نص مشان اشوفك، بدي احكي معك كلمتين على انفراد. وانا بدي اياك مشان احكي معك ثلاث كلمات على انفراد. اطلع اطلع. انا رايي تروح لابو سعيد وتيجي لهون معه. وشو دخل ابو سعيد؟ مش انت فاتح مكتب اراضي؟ مزبوط، بس انا بفضل يكون ابو سعيد موجود. وين بده يكون هالساعة؟ إذا مش عندي ولا في الورشة بيكون بالقهوة أو ببيته. طيب أنا رايح أدور عليه. يا ميت أهلا وسهلا بأم كامل، زارتنا البركة. يبارك بيك. يسلموا أديك على هالقهوات اللي بعدلن الراس يا خيتي. صحة وعافية. خير يا أم كامل، بي إشي؟ هيك حلوة ما شاء الله عليك، حوطتك بالله ما شاء الله ما شاء الله، يخزي العين عنك. هيا أنا دارية عن هالزلام غير يطلعوا عيب بنسوانهم حتى يساووا اللي براسهم. خير يا ام كامل، اكيد بي عندك سالفه. لا يا خيتي انا ما عندي شيء، ما انت عرفتيني انا ما بحب ادخل حالي بالمشاكل. ام حمدان انا عندي ثمي وكل ما عندي ثمي يحكي. انا ما بحب القيل والقال والتلقلق. لا 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 لا، اعرفي من غيري يا خيتي احسن ما تعرفي مني. وشو اللي عرفه يا ام كامل؟ قولي يا خيتي. يا محمدان تخلينا مشي يا خيتي. لا، ما انتيش طالعة من هون غير لما تقولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، يا رب تسمحني. أنا ما بدي شيء، بس عاد شو بدي أسوي لك؟ أنت جبرتيني. قولي شو بي يا خيتي. يا محمدان سمعت سمعتها إنه جوزي أبو حمدان حاطت عينه على مرت أخوه أم عدنان. لا لا، مش معقولة يا أم كامل. أبو حمدان ما بيساويها، وبعدين أم عدنان ما بتنطي عين. أنت أدرب جوزك وبسلفتك، هذا اللي بنقال والعالم الله عاد. بس يا خيتي يا محمدان مش غلط تاخذي حذرك، أحسن ما بعدين تندمي بعد ما الفاس تقع بالراس. يا خيتي أنا شو بدريني إنها بتروح عنده على الدكان وبتقعد تسولف معه بالساعات وتشرب كازوز؟ لو الناس ما شافوها ما حكوا. اسمعي اقعدي اقعد أقول لك شو تسوي. اقعدي يا خيتي اقعدي، قلبي معك. اسمعي أنتي ساوي حالك ما معك خبر بالمرة، يم وراقبيهم من بعيد لبعيد، وبكره روحي على الدكاني وشوفي بعينك وتاكدي. الناس ما عندها لا ذمه ولا ضمير. طبي 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 فنجالك، خلينا اطلع لك البدري والوخري. طبي.
وين كاين لهسه؟ أول مرة بحياتك تسأليني مثل هي السؤال. مالك؟ جاوبني، وين كاين؟ رحت عند دار أخوي، أنطيتهم شوية غربان. ها؟ معلوم، ما أنت لازم تروح وتقدس عندهم وتيجي لعندي هون وانت تعبان ومهموم وبدك تنام. عيب هالحكي يا مرة، انت شلون تحكي معي هيك؟ وليش ما احكي؟ الناس كلها قاعده بتحكي وانا قاعده هون مثل الهبله. طيب روحي حطي لي لقمه تعشاها. ليش؟ ما عشوك عندهم؟ يمكن يكون اكلهم اطيب من اكلي. انت من واجع عندك اليوم؟ ما اجى عندي حدا ولا شفت حدا. شو اللي صاير بالدنيا؟ اكيد بيشي، اكيد. هي ولد، تعجل من وين انت؟ انا من الحارة تحته. وليش جاي هون؟ قصدي عند من جاي؟ عند صاحبي. اسمع، خذ هذول القرشين لك، اشتري بيهم هريسي وحلي ثمك. اخ يا خالتي، رجلي بوجعني، يا ريت توفر علي هالمشوار وتروح عهديك الدار وتدق عبابها، بتطلع لك ام عدنان. منو بطلع لك؟ ام عدنان. وبتقول لها بتسلم عليك ام حمدان. منو بسلم عليك؟ ام حمدان. اها، وبتقول لك هريها بتستناك بالدكان عند ابو حمدان. وين بتستناك؟ عند دكان ابو حمدان. اها، وبتقول لك ضروري 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 توصليها. ماشي، بسرعه، اركض اركض. نعم يا خالتي، شو بدك؟ ودتني عليك ام حمدان، بدها اياش ضروري عند دكانة ابو حمدان. بالدكانة؟ يا ساتر يا رب. طيب يا خالتي هسا بروح. يما يا سامي، يما يا سامي. نعم يما. يما خليك بالدار لما ارجع، بدي اروح اشوف مرت عمك ام حمدان شو بدها مني. حاضر. العافية يا أبو حمدان. أم عدنان، هلا هلا، خير بإشي؟ أنا اللي بدي أسألك، ليش أم حمدان موصيك لي أجي هون على الدكانة؟ أم حمدان؟ أه؟ منو خبرك؟ أجاني ولد على الدار وقال لي أم حمدان بدها إياك ضروري بالدكان. هلا 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 يا أبو حمدان، أنت والمحروسة ما بكفي كل بيت، كمان لحقيتوا على الدكان، مش عيب عليك؟ أم حمدان، شو هالحكي؟ اسكتي. وليش أسكت؟ خلي اللي ما بدري يدري. افتحي لها كزوزة، خليها تبرد على حالها. يا خيتي خلينا نحكي لك. شو بدش تحكي ها؟ شو بدش تحكي؟ ما هيكو شوفتي العين، لحقيتوا على الدكان. يا أم حمدان حرام عليك تظلميني. يحرم جلدك عن عظمك يا البعيدة. يم هم رجال انقطعوا من الدنيا لما تحط عينك على جوزي. ولا بدك تطبقي المثل اللي بقول؟ وصاني المرحوم وقال خوضي سلفك على عيال. بس يا مرة بس، لميت الناس علينا، عيب عليك؟ عيب علينا ولا عيب عليك انت وياها؟ اسمع، شو ناقصك ها؟ شو ناقصك لما تترك مرتك وتلد على مرت اخوك؟ شد حلقك يا قليلة الحلق. لا يا اخوي، ام حمدان مش غلطانه، بي اشي مش مزبوط قاعد يصير، بي ناس الهم مصلحه يوقعوا بينا. خليه يضربني قدامك يا مقلب حنون، خليه يضربني قدامك. اسمعي،
أنا من هون رايحة على بيت أهلي وتاركيته إلك. يا خي تهتدي بالله وخليني فهمت شو اللي صار وليش أنا هون. الشغل مفهمي حالها من حالها، أنا ما ظل لي مقعد عنده، وانتي مبروك عليه، اشبعي منه. شو هذا يا ناس؟ شو هذا؟ كل واحد يرجع لداره. كمان بدكم تتفرجوا على طوشة المرة وجوزها؟ كل واحد يرجع لداره. وانتوا يا جماعة وحدوا الله فزعتوا الناس عليكم. ارجعي يا اختي ام عدنان على دارك، ارجعي، وانت سكر دكانتك والحق مرتك رجعها. الله يجازيهم اولاد الحرام، الله يجازيهم، الله يهد حاله اللي كان السبب. ابو حمدان روح رجع مرتك احسن لك يا رجل. خليها لما تهدى بروح لها. شو مالك يمه؟ ليش بتبكي؟ ولا اشي يمه، عيوني بوجعني، روح لها. طيب شو فيه عنده؟ طيب يما بداوي بداوي، روح لعبت روح. شو مالك شم؟ شو اللي صاير؟ ما صار إلا الخير. اسمعني يما يا عدنان، انزلمت هالدار والسنة الجاية طالع توجيهي، بدي إياك تهتم بدروسك وتنجح، ومن اليوم ومن هذه الساعة بدنا نعتمد على حالنا وبس. يعني ما بدك حدا يصرف علينا ولا نقبل مساعدة حدا؟ أيوة. ولا حتى عمي أبو حمدان؟ أيوة. كيف بدنا نعيش؟ أنا بدي أشتغل أصرف عليكم. تشتغلي؟ شو بديش تشتغلي؟ بدي أبيع مية. شو تبيعي مية؟ بديش تحمل المية على راسك وتلفي بيها دور الناس؟ لا لا، أنا ما بقبل على أمي تتبهدل وتتمرمط وأنا موجود. يما بدي نعتمد على حالنا وما نقبل مساعدة من أي حدا، والشغل مش عيب، بيه بالبلد ثلاث أو أربع نسوان ببيع عن مي وأنا مثلهم. وأنا وأخوي ما فكرت بينا؟ بديش ولاد البلد يعايرونا؟ وأنا شو الغلط اللي بدي أساويه حتى تخجل مني؟ أنا بدي أتعب وأشتغل وأصرف عليكم من تعبي وأرفعكم عن جبيلة الناس. يما يما، أنا مش معارض رأيك إن نعتمد على حالنا، لكن أنا اللي لازم أشتغل مش أنتي. شو بدك تشتغل؟ أي شغلة، أي شغلة أطلع مصروفنا منها، عامل، حارس، آذن، أي شغلة، المهم أشتغل. والمدرسة تتركها؟ وتضيع سنين اللي قريتها؟ يما أنت السنة الجاية توجيهي، وأبوك الله يرحمه كان همه يشوفك دكتور، هذا اللي لازم تفكر بيه وبس. يما أبوي مات الله يرحمه وحالنا تغيرت، الحلم اللي كان يحلم أبوي إنه يشوفني دكتور مات معه. لا ما مات، هذا حلمي أنا كمان وأنا بعدني عايشة، وأنا نفسي أشوفك دكتور، والنسوان ينادني يم الدكتور. كيف بدي أصير دكتور؟ بالحكي؟ بالحلم؟ الدكتورة بدها مصاري وإحنا ما معناش. المصاري بتيجي بالشغل، وأنا بدي أشتغل وأصرف عليك وأعلمك، وانت ما عليك الا تهتم بدروسك وتنجح. تعرف يما يا عدنان، اذا بتنجح شو بصير بحالتي؟ بتخليني احس انه كل تعبي وشقاي، كل حبه عرق بتسيل على خدي وانا بتعب مشانك، بتكون عز وكرامه وما راح تخساره. رضاي عليك يما، خليني اشتغل وانت اهتم بقرايتك وانجح. ليش بعد هالتعب وعذاب السنين بدك تحرمني اشوفك دكتور؟ ليش؟ Thank you.
شو يا ابو حمدان؟ بشوفك قاعد وصافن، مالك؟ قاعد بفكر باللي ساوى هالشغله وجاب لي مشكله. شو بده مني؟ ليش داير على خراب بيتي؟ لا تفكر ولا على بالك. هي ام حمدان روحت ولا بعدها زعلانه عند اهلها؟ لا بعدها عند اهلها. وليش قاعد ساكت؟ ليش ما تروح ترجعها؟ هيا قاعد لا بيعها ولا شروة، روح رجعها يا رجل وفهمها الصحيح. انت ما بتعرف من ورا هالشغله يا ابو سليمان؟ لا شو بعرفني، انا جنبك قاعد بدكانتي مش ملحق بيع لزبايني. يا رجل صرت اتمنى اقعد خمس دقايق اشرب بيهن كاسه شاي. لكن اللي جيت للصحيح، انا ما طابلي باللي صار. هذا اللي مخليني قاعد بفكر من ورا هالشغله، لانه اللي صار عيب، والغايه منه يفرقوا بيني وبين اولاد اخوي ويخربوا بيتي. انت اسمع مني، سكر دكانتك وروح على اهل مرتك واقنعها ترجع، بدال ما انت قاعد بتفكر باللي كان ورا هالشغله. ابو سليمان هيني جاي. اسمع مني وروح، كل ما تأخرت على مرتك كل ما زاد الشك عندها وزاد الزعل بقلبها وتأكدت إنه الحكي صحيح. أمرك بحير يا أبو سليمان، قلبي بيقول لي أنت وأبو السعيد ورا كل هالمشكلة. أم عدنان صاير سجاية؟ وين بدك تدير المية يا خيتي؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. البرد لهنا. يلا. الله يخلف عليك، فوتت انت. الله يريح بالك، وراي نقلات كثيره بخاطرك. ام عدنان. نعم. عندي شويه غسيل، تاخذين تغسلين باجرتك؟ شو علي، باخذهن معي على الدار بغسلهن، بس بدي اجرتهن نص ليره. تكرمي. واذا بتعرفي نسوان مثلك بدهن اغسلهن احكي لهن عني. بسألك. تكرمي. وانا مروحه بمر باخذ الغسيلات بخاطرك. مع السلامه. ايه وين رايح؟ حاط بشوفه مسكر دكانته. حضرمه. السلام عليكم. عليكم السلام. وين رايح جارك بشوفه مسكر؟ شو بدريني عنه؟ وضع حاله بين الناس وهجج مرته عن بيتها وولادها. عاد أنا جاي أقل قيمته وبهدله قدام الناس. ها ليش؟ شو سمعت عنه؟ ها تقولي قولي. يا زلمة، كيف بترك مرت أخوه تبيع مية لدور الناس؟ أم عدنان صايرة سقاية، شفتها وهي حاملة تنكة المي ودايري بالبلد. بلكي مش هي. ايه كم مشي؟ انت بدك تغشمني عن ام عدنان؟ كل من بينام على الجنب اللي بيريحه. وانت الثاني، انت سبب كل بلاويها. اخ هي لو تدري عن الصحيح كان حالها مش هالحال. وزمان
قضت عليك. بعدين معك انت، اكم مره قلت لك انسى الموضوع ولا تحكي بيه؟ كيف انساه ها وانا كل يوم بشوفه بحلمي؟ منو اللي بتشوفه بحلمك؟ اللغم يوم ثار بابو عدنان وقطعوا 100 قطعه، هذا ما بنتسى، بيظل معشعش بالمخ. طب اسكت 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 بلا حكي فاضي. هات سكتني، ناولني نيرتين ثلاث. شو انا مخلفك وناسيك؟ حل عني، كل ربح الدكان ما بطلع باليوم نيرتين. يعني ما بدك تعطيني؟ لا ما بدي اعطيك ولا تورجيني وجهك كمان. على كيفك. انا كنت جاي بهدي لابو حمدان وقل قيمته، لكن هسع بطلت، بدي اظل قاعد هون قدام الدكان واستناه لما يرجع واحكي له عن اللغم. ولا ليش استنى؟ بروح على المغفر وبحكي للضابط. مش رايح يصدقك، بقول لك ليش ساكت لهسع. بقول له مخي كان نايم وهسع صحي. بخاطرك. تعال تعال خذ هاي نيرتين وامشي من هون. هات فوقهن علبة سردين، اللي بيطلع منك أحسن منك. مجبور أسايرك لما المختار يخلص منك. ماله المختار؟ وجاب التراكتر ولا بعده؟ لا ما جابه ولا بده يجيبه. اليوم راح على عمان هو وابو السعيد مشان يشتروه ويخلص منك ومن الدواب اللي مقعداتك عنده. اتريح، المختار ما بيستغني عني لاني تربيت عندهم وصرت واحد من العيلة. ام عثمان اللي كانت بدها تطرني بطلت، وهسه هي اللي بتقنع بالمختار يخليني عندهم. على عملي على عملي سردين ابو سليمان غالي علي. بخاطرك. بعدين معوضه شي بدي اخلص منه. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا الله يا رب. أم عثمان. هي أم عثمان. أم عثمان. أم عثمان. فلحة. تعالوا. تعالوا شوفوا. تعالوا شوفوا التراكتر. يا بي محشمه. شو هذا؟ شو هذا يا مختار؟ مبروك مبروك. لا هذا بده ذبيحة عن العين. ها كيف لعاد وبنعزم عليها أهل البلد. يا بي محشمه يا بي ما شاء الله. مالك يا داش؟ خزعت العين خزعت العين. ما ظلي مقعد بالحوش. كيف ما ظلك مقعد؟ تعال تعال بارك للمختار بالتراكتر. تعال. لا بلاش بلاش يقول لي الكلمة اللي ما بدي اسمعها. هو صار لي كم من يوم فروته مقلوبة علي، بيناس معبي راسه علي عشان يطرني. لا تخاف، أم عثمان ما راح تخلي يقولها. أنت هسه صرت عز حبابها. تعال يا داش امشي. أهلا أبو السعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين انت يا رجل؟
قلبت عليك البلد. أنا كنت بعمان، خير إن شاء الله. الشباب هدول ناويين يستأجروا بيت عندك في العمارة الجديدة، لأنهم رايحين يدرسوا بالجامعة. يا ميت أهلا وسهلا بيهم. بيك. ترى أنا فهمت الشباب كل إشي، والمي والكهرباء عليهم. أنت بتمون؟ هذول الطلاب شباب المستقبل، إذا إحنا ما وقفنا وساعدناهم بنكون ما بنساهم في دعم جيل المستقبل. دفعوا لك شيء؟ ها يا دهش، بدك تظل عنا ولا ناوي تشوف لك ناس ثانيين تقطرز عندهم؟ دهش مالهوش ناس غيرنا، إحنا مثل أهله، لا بنقدر نستغني عنه ولا هو بيستغني عنا. سبحان مغير الأحوال. الدواب بدنا نبيعهن، والتبن والعلف خلصنا منه، هسع صار شغلك بالدار، بتجيب الغرضان المطلوبة وبتناقل المية، وعند الموسم بتوقف عراس الحصيدي والدراس. ولا تنسى الطحين، منو بده يودي القمح للمطحنة غير دهش؟ والطحين هسع روح اشتري لك ذبيحة، بدنا نذبحها عن التراكتر فدو. حاضر. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. هلا 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 ابو سعيد. هلا يا شباب. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هلا بالشباب. هذا ابو سليمان احسن دكانجي بالبلد، شو بتحتاجوا اغراض بتيجوا تشتروا من عنده وبراعيكم بالسعر. هذول الشباب طلاب جامعه استاجروا عندي بالعماره، جبتهم اعرفهم عليك. ميت اهلا وسهلا، انتوا نورتوا البلد. هلا عمو. يا سيدي بدي تدير بالك عليهم، هذول شباب محترمين، ها ما تبخل عليهم، واذا ما معهم مصاري ترى سجل على الدفتر ودين وانا كفيل. تؤمر امر يا رجل، انت بتمون على كل اللي بالدكانه. شكرا عمو، بارك الله فيك، تغمرت من لطفك. بعد اذنكم حابين نتمشى شوي نتعرف على البلد. ليش لا، روحوا عمو، بس ديروا بالكم هاي البلد اهلها بعدهم فلاحين ومتعصبين. بعدين بقهوه هون، هي شايفين هالقهوه هاي، تقعدوا بتشربوا شاي وقهوه، هاي القهوه اللي انا بوصيهم عليكم كمان. يا الله الله معك. السلام عليكم. بالسلامة. مع السلامة. بالسلامة. شو بشوف جارك مسكر. راح يرجع مرته. دخلك ام كامل اجت لعندك اليوم؟ لا اليوم ما اجت، بس يا رجل هذا دهش مستلمني، كل يوم بيجي بوقف بوجهي وبيهدد وبتوعد وبأخذ مني بالنيرة وبالنيرتين. انت مش وعدتني تريحني منه؟ بس خلص، المختار اشترى التاكتور وهسع بتلاقيه طره وارتحنا منه. بعدين إلك عندي خبر جديد طازة بدي أقول لك عنه. خبر، شو بي؟ أم عدنان بعد الفضيحة صايرة سجاية بتبيع المية للدور. هاي المرة بدها تجيب لي الجلطة، كل ما وقعها بمشكلة تطلع منها أقوى. شو رأيك نوصي وراء أخوها أبو إبراهيم يجي يمنحها؟ أخوها جلدة بيموت على القرش، هذيك المرة جايب لها عريس مشان يكسب من وراها قرشين. معقولة؟ بس مين بده يروح له؟ أم كامل، ما هي قاعدة لا شغلة ولا عملة، بعدين ما هي صايرة معك مثل الساعة، لا بتقدم ولا بتأخر. بنوديها، شو ورانا؟ Thank you.
حالك شما؟ واجهت شيء؟ لا يما ولا شيء، تعبان شوي. يما جيب لي الببور من المطبخ، بدي اغسل هالغسيلات مشان الصبح يكون الناشفات. روح يما. تفضلي. شو بدك تجيب لي كمان؟ وين اخوك عدنان يما؟ بعده ما رجع، وانا زهقت لحالي من ساعة ما طلع للمدرسة ما رجع لحسه؟ لا. ولك يا مكسوف الرقبة، ليش ما قلت من وقت ما جيت؟ ما انت بعدك ما وصلت حتى حشيلت. وين بده يكون لحسه؟ يا ويلي، يكون سوى به شيء. يا ساتر يا رب. وين بدك تشمى؟ ما انت بعدك ما ارتحتي. ولك اخوك، بدي اروح ادور على اخوك. وين كان لحسه؟ كنت بالمدرسة. وين بدك تكون؟ وين هالمدرسة اللي بتدرس لهسه؟ ايش صحيح؟ كنت عند واحد صاحبي وتأخرت عنده. عند صاحبك؟ وليش وعيك مليان تراب؟ تهاوشت مع ناس؟ قول يا عدنان، لا تشتم علي. أنا اليوم ما رحت على المدرسة. ما رحت على المدرسة؟ لحد وين رحت؟ احكي. رحت اشتغلت عامل، وهي أجرتي 30 قرش. تفضلي. ومنو سمح لك تشتغل؟ منو؟ يما أنا مش قادر أشوفك بتتعبي وبتشقي وبتحمل التنكة على راسك وأنا بدرس. مش قادر. أنا بدي إياكي ترتاحي وأنا بشتغل. وأنا بقول لك لا، أنا بدي إياك تهتم بدروسك وبس. مش قادر يما، قلبي مش مطاوعني أقبل. وآخرتها معك يا ولد، أنت بدك تفري مرارتي؟ بدك تفقعني؟ أنا بدي إياك تصير دكتور، ما بدي أشوفك تعيش عيشة الشقا والعذاب اللي عاشها أبوك. أنا رجل البيت والشغل مطلوب مني. طيب يا عدنان، طيب سوي اللي بدك إياه. أنا تارك البيت لرجل البيت ورايح على ظهر أخوي. يلا يما يا سامي يلا. أخوك صار زلمي وبطل يسمع كلامي، وأنا اللي كل تعبي وشقاي مشانه. اسمعيني يما. ما بدي أسمع منك اللي بطلع عن شوري، ما بدي أسمع منه ولا أقعد عنده. بدي اروح ادار اخوي مشان يجوزني الرجل اللي قال لي عنه وهرتاح. خلص يا امه، اللي بدك اياه بصير. لا خليك لحالك، انا كل شقهي وتعبي مشانك ومشان اخوك، وانت بدك تسوي لي زلمي وما ترد علي. بدك تشتغل، هي عده ابوك ورا الدار، خذها وروح اشتغل حجار. وانا بدي اروح على دار اخوي. لا يا امه لا تروحي، ما بدك اشتغل بلاش. خلص ما بشتغل، بس لا تطلعي من دارك وتتركيني. برجع بس بشرط واحد. السيكو بالخير. مساء النور. مساء النور. اتفضل يا ام عدنان، هذول شويه لحمه ودتهن الكو فلحه. عقبال عندكو المختار اشترى تراكتر وذبح له ذبيحه، وهي حصتكو. يكثر خيرها فلحه. سلم عليها وقلها ام عدنان ما بتقبل طعمه من حدا لانها حالفه يمي. خذيهن يا ام عدنان، هذول مش شحدي ولا مساعده، هذول حلوان. انت وولادك اولى من كل اللي بدهم ياكلوا منه. هيهم بالمضافه قاعدين بنصفوا بالمناسف نسف. رجع لها اياهن، احنا ما بدنا اشي من حدا. لا تفشليني، ما برجعهن. خذيهن من ايدي ولا بزعل عليكم. يما هي يما. مالك يما؟ يما في درس بالكتاب مش فاهمته، بدي اروح من بيت خالتي ام عدنان، بلكي عدنان فهمني. الدنيا ليل يا زهره، كيف بدك تروحي عليهم بهالوقت؟ يما هم جمنا، وين انا رايحه يعني؟ بعدين بكره عندي امتحان، ما بدي اروح مش فاهمه. طيب روحي ولا تطولي. ها ما بدي يجي ابوك يسال عنك، مش ناقصني صياحه بهالليل. حاضر يما. يرضى عليك.
خيتي يا ام عدنان، انا بعد ما عرفت الصحيح تندمت وجاي اعتذر واطلب منك السماح. بعد ايش يا ام حمدان؟ بعد ما انفضحت بالسوق قدام الناس؟ ساعة شيطان يا خيتي، والله جاز اللي كان السبب. عذرك مقبول، الله يسامحك. أنا مبسوطة لأنك رجعتي لبيتك وأولادك. هذول شوية غرضان جبتهن معي إلك. لا يا خيتي، برك وكفاية شرك، ما بدي شيء. لا، ليش يا معدنان؟ لأنه من هذا اليوم عهدت ربي أنا وولادي ما نأخذ إشي من حدا. بس أنا مش حدا، أنا عم لولاد وأخو أبوهم، يعني هذول أولادي أنا، وأي إشي بجيبه من واجبي. شاني يا أبو حمدان، أنا ما بدي أتعاير وأتبهدل مرة ثانية. يا بنت الناس، غلطة وصارت، وأنا طلبت منك السماح. لا تكوني حقودة وقلبك أسود يا خيتي. أنا بدور سترة إلي ولولادي، وراحة البال إلك ولجوزك، ومثل ما بيقولوا ابعد تحلى. يعني مصممة ما تقبلي مني شيء؟ أنت غانم يا أبو حمدان، وعمرك ما قصرت معنا، ودائما قايم بالواجب، لكن هذا عهد ما برجع عنه. بدكن ظل أصحاب وحباب على راسي وعيني، لكن عطايا ومصاريف هذول محرمات علي. قومي يا مرة، أم عدنان حطت حد بيننا وبينها وبطلت تقدرنا. أنا قلت لأمي إني مش فاهمة موضوع بالكتاب مشان أجي أطمن عليك وأعرف ليش اليوم ما رحت على المدرسة. طيب فوتي وقعدي شوي. لا خلص، ما دام دار عمك عندك واطمنت عليك خليني أروح. بخاطرك، مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير. يما يا عدنان، منو اللي كان على الباب؟ هذه زهرة جاية تسألني عن كتاب وراح. عمي زعلان؟ برجع يرضى. مالك؟ ليش ساكت؟ ما عندي، معك الهوى. ليش؟ من هالبلوى اللي جتني. التراكتر؟ هو بيغيره. عادي ولا تسأل. الله وكيلك تقول عزرائيل قاعد قدامي. انت ليش خايف؟ المختار قال لك تظل. قال بس بظل قاعد عشف عفريت، اي غلطة بشوفها مني بطرني. الليلة ابو السعيد بعد العشاء لما صبيت له قهوة كان بده يوكلني بعيونه. يعني بدك احكي مع ام عثمان تفاتح اخوي بالجيز مشان ترتاح؟ يا ريت، ساعتها بصير نسيبه وجوز اخته. طيب بكره بحكي معها، بس انت خليك ثقيل قدامها ولا تضعف مشان تظل متوهم انك غني وبتلعب بالذهب لعب. هي كل همها تاخذ الذهب اللي معك. يا فلحه، انا خايف من هالسلافه، اذا المختار كشف الملعوب بزعل مني وما بتعرفي شو بصير بعديها. بعديها بنكون اتجوزنا وما بقدر يساوي شيء. على رايك المصاري اللي معك قديش صارن؟ املاح، خليهن على بركتهن ولا تحكي لهمهن. طيب خذي هاي نيره حطيها فوقيهن، اليوم اخذتها من ابو سليمان خاوه. يا خيتي يا خيتي، هسا دوري مش دورك يا خيتي. روحي قاعد، هذا دوري. انا صار لي نص ساعه واقفه بستنى، وانت ما بدكش تعبي قدامي. اما قلت حيا هاي يا خبصه، انا قليله حيا اللي ما بتستحي على حالك؟ انا سؤال اختصر الاشاره واحد من الله. وسمعتي يا خيتي شو بتقول؟ كان العين مطوبه بسمها. انت اللي ما بتعرف الخجل ولا العين. خيتي صحيح انت ما بدكش تهاوشي، تعال بدي اعلمك دغري. Thank you.
شغل امك مش عيب، اعتبره عادي لانه هيك صارت ظروفكم بعد موت ابوك. اللي بتساويه امك عمل كبير ومشرف، ما بي لا عيب ولا خجل. امك انسانه مكافحه بدها تعيشكم وتعلمكم من كدها وتعبها وترفع لكم جمال الناس. انا احسن لك يعني تاكل لقمتك من تعبكم ولا من ادين الناس؟ من تعبنا افضل، بس من تعبي انا اللي لازم يشتغل ويصرف مش امي. امك ما بدها اياك تترك المدرسه، بدها اياك تتعلم وتدخل الجامعه لانها شايفه بيك المستقبل. وعلى كل حال اذا بدك تشتغل وتساعدها، الاجازه الصيفيه قربت، اشتغل بيها وانا متاكده انها ما راح تمانع. وحكي الناس يا زهره ومعايرتهم كيف بدها تحملها؟ الناس ما لهم غير الحكي، واذا بدك تلاحق كلام الناس راح تتعب كثير يا عدنان. حتى لو تعلمت وصرت دكتور مثل ما بدها امي، بكره الناس بيقولوا الدكتور ابن السجايه امه باعت الميه مش هنتعلمه. هذا شرف لك مش معيار. تصير دكتور من تعب امك ولا تبطل من المدرسه وتشتغل عامل واجير عند الناس وتهدم كل امالك واحلامك. قوم قوم خلينا نمشي شوي. وين بديش ادير المية؟ ديريها هون بهالبرميل. كثر خيرك. اسمعي، الليلة عنا عزيمة كبيرة، بدي اياكي تيجي المساء تطبخي وتجلي لي الجليات. آسفة. بعطيكي نص ليرة أحسن لك من نقل المية. أنا ببيع مية بس ما بشتغل خدامة إلك. بقول لك ما بدي أبيع مية عليك بخاطرك. شوفوا هالحكي، هاي منافسك عالية. أي والله في 100 وحدة بتتمنى تخدمني. يكون بعلمك مش أنا. أم كامل؟ نعم. تعالي تعالي تعالي. نعم. تعالي تعالي تعالي. شو اللي سويتي معنا؟ مش عيب عليك؟ أنا؟ وشو ساويت؟ أنا ما ساويت شي غلط. كل اللي صار منك وبتقولي شو ساويت؟ يا أخوي أبو حمدان، أنا قلت اللي سمعته من الناس وحبيت أحط حد لها السالفة وامنع القال والقيل والتلقلق. يجوز إن أخطيت لأني ما جيت عليك بالأول. والله لولا العيب والناس يقولوا تمرجل على مرة غيرك النس الشارع بيج. ول بس ثاني مرة إذا حكيتي علينا لا تلومي غير نفسك. مش راح أحكي. وعلى داري ممنوع تفوتي. حاضر حاضر. ولا رجلك بكسرها. مش راح أفوت ولا عليك قاعد يهدد بحرمستك وعلي هذا. كامل؟ نعم. شو مال شو فيه؟ جارة أبو حمقان بيهددني، قال بده يكنس الشارع بي. أي هو الحكي علي جمرك. البوه تقولي لي شو صار معك؟ هذا أخوها طلع ساكن باخر الدنيا، اللي برجلي تقطعت قد ما لفيت ودرت وانقطع نفسي وتعبت لحد ما لقيت داره. المهم شفتيه حكيتي معه؟ آه شفته وحكيت معه وانجن لما عرف. الليلة بده يجي لعندها ويمنعها تشتغل، ويجوزها يأخذها معه. بس يا أخويا أبو سلمان أخوها طلع جلدي، ها كاسة المية مسكانية. بالناقص أنا بسقيك أفتح لك كزوزة؟ لا تعباني بدي أروح. طيب بدك نقدي ولا غرضان؟
شو بدي بالغرطان؟ قد ما بقعد بالدار يعني نقدي أحسن. تكرم يا أم كامل. وهاي مخمسة. تسلم تسلم يا أبو سليمان، بس عاد بدي منك تشوف أبو السعيد وتذكره يروح على المغفر مشان يسحب المزبطة. أبي كفي عاد، البلد بيها كم من وحدة بدهن يلدن. بلا داية بلا بطيخ، شو بدك بهالشغلة؟ الشغل مع أبو السعيد أفيد ليك. شوفي أنا كنت أشتغل حجار ومش ملاقي العشاء، لما اشتغلت مع أبو السعيد صار عندي دكاني. أبو سليمان خلي الطابق مستور، ما احنا عارفين كل شيء. وهسه تعال عديني عشان جارك أبو حمقان ما يدق بي ويكنس الشارع بي. تعال من الجال هذا. أيوة أيوة. العافية أبو حمدان. شو يا أم عثمان؟ بشوفك ساكتة ونسيتي موضوع دهش. إيه كيف نسيته؟ منون لقنا على المختار يخليه عندنا وما يبطله؟ أنتِ بس دهش متضايق، شايف ما ظله قيمة ومفكر يمشي. بتقبلي يطير من إيدينا ويروح بالذهب؟ لا ما بقبل. أي هو لولا الكنز اللي معه، إيش شو بدنا بيه؟ وانا لما قبلت اخوي يبيع الارض ويشتري تراكتر قبلت على شرط ان اتجوز دهش عشان نرجع الارض من حق الذهب، ولا بدش تروح علينا الارض ويروح الذهب؟ لا اليوم بس يجي بحكي معه وهري لي اخو رفضي، بنجيب عامل ينظفه ويطرشه وبتسكنوا بيه. دهش مش قابل يسكن باليخور، بيقول بده يشتري ارض ويبني عليها دار. لا يا اختي، بدك تتجوزي وتنهزمي بيه مشان ما يطلع لنا شي من الذهب؟ شرطي تسكنوا معنا مشان الذهب يظل عندي. ايوه 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 ايوه، بشوف المختار صاير يقعد على القهوه. خير ان شاء الله. مفلح. ايوه معلم. هات كاس شاي. حاضر. زهقت من قعده المضافه، قلت اجي اتسلى هون بالقهوه. بعدين مشان التراكتر. ماله التراكتر؟ يعني إذا في حدا بده يستأجره مشان الإحراث ولا الشغل بيجيني هون بدل ما يروح لي على البيت ويخجلني هناك على الأجرة. معقولة؟ بس كيفني معك بهالشروة؟ ما قصرت، بيعة محترمة وشروة مرتبة. كفي خلصتك من الدواب وريحتهن وغلبتهن. قولتك. دخلك دهش، ليش بعده عندك؟ شو بدك بيه؟ ما ظل لي لزوم. أنا كنت بدي أحكي له يمشي، بس أم عثمان مش قابلة تستغني عنه، بقضي لنا حوايجنا. حتى بهاي أم عثمان كاتمي على نفسك؟ بكفينا حرميتك تعيش حياتك مثل الأوادم والناس. ومالني أنا يا أبو السعيد، أنا عايش حياتي من أحسن ما يكون. لا أنت مش عايش، أنت شباب والله من عم تفضل عليك. عيش حياتك استمتع بيها. ها؟ وشو بدك أساوي أكثر من هيك يا زلمة؟ أنت حاسب عيشتك عيشة؟ مقرقط لي بالختيارة وقاعد. شوف حالك، عز روحك، أنت شباب. شباب ايش يا ابو سعيد؟ الشباب ولا الشيب لاح والعمر راح، ويا الله حسن الختام. اسمعوا هالحكي، لا لاح ولا راح. قوم 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 معي، اثبت لك انك بعدك شباب. وين بدك تاخذني؟ بدنا نروح عند الحلاق نبارك له بالصالون الجديد، وبدي اخليه يزبطك. قوم معي قوم. إيه لا يا رجل، بعدين بعدين، اقعد 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 يا رجل. اي قوم. لا لا يا ابو السعيد. اي نعيم خيو. اهلا وسهلا. شو 5 قروش خيو؟ اقل من 10 ما بتوفي. كنا دائما نحب شلن. هذا أيام زمان، اليوم كل شيء تغير، الأجرة ارتفعت
والمحل اتطور. شوف شوف قديش المحل مكلفني. اهلا وسهلا يا حياك الله. اهلا اهلا وسعيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مبروك هالصالون. الله يبارك فيك، زارتنا البركة. بدي تزبط لي هالشب وتصبغ له شواربه وتقصقص له اياها. حاضرين. لا يا رجل، شو اصبغ؟ اصبغ الشيبات بعد هالعمر عيب. انت ما عليك. شوف شغلك، شوف شغلك. تفضل، تفضل يا مختار على الكرسي، تفضل. يا رجل شو بدها تقول الناس عني؟ بعد هالعمر اصبغ عيب. اي انو ناس بلا ناس بلا بطيخ اصفر اقعد. اي اهلا وسهلا. ايوه. اهلا وسهلا. بس زبط لي اياها. طلع عشان تتعلم كيف بنسويها. شو هذول يما؟ شايف يما يا سامي؟ شايف؟ هاتي هاتي اكذبهم ملعب عليهم. هذول مش للعب يما. ولا بدك نذبحهم؟ ولا للذبح. هذول بدنا نربيهم ولما يولدن ويكثرن بنبيع منهم. شو هالعقلية الاقتصادية يا ام عدنان؟ هذا بدك تسبق الكل. انا امك يا عدنان. والحاجة يما بتساوي هيك. بس لا تحرمينا من لحمهن. كيف احرمكم؟ ما هو كله عشانكم. ولك مني، بس يولدن كل اسبوع اذبح لك جوز منهن. اه بس بدنا نسوي لهم بيت يا عدنان. تعال نسوي لهم بيت هناك. تعال يما ساعدني. يا سلام، شو هالشبوبية هالساعة؟ اي بنت بتتملك. مختار، بكره بتنزلي على عمان وبتشتري طقم جديد وعباء جديدة مشان ترجع شيخ شباب. نعيما نعيما يا مختار. الله ينعم عليك ويسلم ايديك.